وزيارة القبور المقصود بها أمران عظيمان: أولاً انتفاع المزور بالدعاء له، والثاني انتفاع الزائر بالاعتبار والاتعاظ والادكار. فزيارة القبور حكمتها أمران: أولاً انتفاع المزور الميت أو أصحاب القبور بالدعاء، وثانياً انتفاع الزائر بما يحصل له من الاتعاظ والادكار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكر الموت.